السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل وجبة حلوة جدا، سهلة وبسيطة وكمان سريعة، تنفع معاكي حلوة قوي للفطار او للعشاء زي ما تحبي. النهاردة انا هعملها معايا للفطار، هنفطر بيها جنب كوباية شاي بلبن، يعني تغيير للروتين كده، سهلة وبسيطة على الاخر. فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة والمقادير ونسمي الله. المكونات هتكون معايا هنا ده لانشون انا مقطعاه بالشكل ده، معايا فلفل الوان، جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، الحشوات زي ما تحبي، اي حاجه، ممكن بطاطس محمره، ممكن بيض، ممكن اي حاجه تانية انت تحبيها. معايا هنا لفه جلاش، انا مستخدمه هنا برضو العبودي. الناس اللي قالت لي يا امان احنا مش لاقيين العبودي، العبودي بيتباع عندي انا في مدينه السلام، وقلت لكم ارقام التليفونات هتلاقوها على العلبه في الفيديو اللي انا كنت عامله عنه ريفيو اهي، يا رب تكون بس واضحه. عموما لو حد طلب ارقام التليفونات او بيجي منين هسيبها لكم ان شاء الله، لكن انا مش عارفه هو بيتباع فين بصراحه، يعني انا بشتريه من مدينه السلام من محلات عندنا احنا. معايا هنا دي سمنه مدوباها في نفس الطاسه اللي انا هعمل فيها الفطاير بتاعتي، لان الفطاير مش هنعملها في الفرن زي ما اتفقنا، هنعملها على النار. اول حاجه بقى هعملها، تنفع معاكي بقى الفطاير دي حلوه قوي للعشاء للفطار زي ما تحبي، بس هي حلوة وخفيفة وسريعة بصراحة. تقدري تحشيها خضار بس. بسم الله، هفتح بقى الجلاش. هبدأ هنا بقى، ادي لفة الجلاش معايا فردتها. هبدأ ادهن كده دهنة خفيفة. بصوا هي كلها على بعضها عندي عشان المكان عندي زي ما انتم شايفين صغير جدا، انا اسفة جدا لان انا بنقل وبشيل الحاجة بتاعت المطبخ، يعني بشوف اللي عايز يتشال فبشيله يعني باللملم كده، فالمكان اصبح عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فمضطرة اشتغل في المكان الصغير ده، فهنتصرف. يعني شايفين الورقة اللي انا دهنتها دي، هقلبها علشان انا هستخدم ورقتين ورقتين. هقلبها كده تمام. تقدر انت تدهني ورقة وتحطي التانية، انا هستخدم ورقتين من الجلاش. هبدأ بقى اضيف الحشوات اللي انا حبيها. انا هضيف هنا، انا هضيف ميكس بصراحة كله، يعني عايزة الجلاش يبقى فيه من كل حاجة، لو عندك زيتون كمان حطي بيبقى حلو قوي. كمان جزء كده من الجبنة الموتزاريلا، انا هنا هعمل الفلفل الالوان كله بايدي بقى بصراحة، يعني زي ما قلت بقى انا اسفة. هبدأ اعملها، بصوا ورقتين دول هبدأ اخد كده، وكمان الناحية التانية يعني هقفلها مربع. حابة تدهني بقى كل تانية وتانية بشوية سمنة بتدهني براحتك، بس انا مش حباها تكون تقيلة قوي معايا وفي نفس الوقت تطلع طرية كده، شايفين؟ ممكن ادهن التطبيقة الاخيرة دي كده تمام. تانية كده، تانية التانية قصادها اهي. بسم الله، شايفين ده بيكون شكلها. هعمل بقى كله بنفس الشكل ده معايا لحد ما اخلص كل كمية الجلاش. معايا هنا دي بقى نفس الطاسة اللي انا كنت مدوبة فيها معلقة السمنة، شايفين زي ما هي كده، هسخنها كويس جدا وبعدين هبدأ انزل بالفطاير اللي معايا. طبعا لما تسخن الاول
اول ما احس انها سخنت نحط بقى. بسم الله اهدي بقى النار، يعني نخليها متوسطه كده علشان تستوي معانا من بره وجوه، وكمان الجبنه تدوب معانا. هخليها حوالي دقيقتين على كل ناحيه، يعني دقيقتين هنا ودقيقتين من الناحيه الثانيه، وبعدين هنشوفها. هبدا بقى دلوقتي اقلبها معاكم. بسم الله، يعني اخدت حوالي دقيقتين. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده بالسكر وبالحليب، كانت حلوه جدا. ان شاء الله هسيب لكم برده الرابط بتاع الجلاش المطبق الحلو ده في التعليقات وفي صندوق الوصف برده ان شاء الله. شايفين لونها محمر وحلوه ازاي؟ حابه اوريها لكم، شايفين شكلها حلو جدا. هسيبها برضو على الناحية دي حوالي دقيقة ونص او دقيقتين. هكمل بقى كل الجلاش بالطريقة دي وهنشوفه ان شاء الله في التقديم. ده بقى شكلها النهائي خلاص بعد ما خلصناها. هي عملت معايا 7 فطاير حلوة جدا ما شاء الله. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ عامل زي الفطير بالظبط. بصوا مقرمشة من بره وطرية من جوه. بسم الله نفتح بقى واحدة كده ونشوفها. بصوا الجمال، حلوة قد ايه. طبعا بقى حابة تزودي جبنة بتزودي، بتقللي زي ما تحبي. شايفين حلوة جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ده بقى كان فيديو النهاردة، انا عاملاها جنبيها كوباية شاي بلبن كده، حلوة قوي في الفطار، يعني تغيير. تقدري تعمليها في العشاء ان شاء الله، برضو هعملها لكم قريب جدا وتكون معانا دايت. ده بقى كان فيديو النهارده معاكم، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. كان معاكم ايمان سعيد، ما تنسوش لايك وشير للفيديو، اشتراك في قناتي على اليوتيوب. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.